مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. عدد كبير من المغاربة تبعوا القصة ديال حنان. لتنوي الرأي العام أكثر في الموضوع، حنان كانت في أصعب مهنة في المغرب، كانت مراقبة ديال الطوبيس سنين طوال، ضحات من أجل الإخوة ديالها، من أجل الوالدين ديالها، ما تزوجات. حنان المرأة الحديدية تبحث عن رضا الله في الوالدين. الفيديو تبعوا عدد كبير من المغاربة، تفاعلوا معها، اهتموا بالقصة ديالها، لها مستجدات جديدة في الموضوع غنشوفوها معها. حنان تفاعلوا معك المغاربة بشكل كبير، عاودي لي. الصراحة ما كنتش كنتوقع داك يعني الميساجات اللي جاوني، الناس كيتصلوا بيا من خارج الوطن وداخل الوطن، زادوا عطاوني واحد القوة، عطاوني واحد الحماس، زادوني واحد الطاقة في طاقة اللي ما شاء الله. يعني قال لك الناس قلالين في حالك، يعني الحمد لله. هذا زاد حفزني، زاد كيف كنقولوا انا عبره للناس بزاف مني. يعني كنقول لهم بان باقي الخير لقدام، كاينين ناس، كاينين المغاربه ما شاء الله كيساندوك، يعني في بزاف ديال الحوايج ما شاء الله. يعني انا تفاجات بواحد الطريقه ما نقولش لك، وتزاتني طاقه في طاقه في طاقه في طاقه. الصراحه نقولها يعني فرحانه الداخل ديالي بواحد الطريقه ما تصورت، واخا كنهضر بواحد الطريقه لداخل، واحد الحرقه فيا، لان الصراحه تفاجات. لان كلش كيقول لي يعني هذا مرضات الوالدين، يعني الزواج تقدري غتزوجي اليوم غدا بعده، ولكن رضات الوالدين ما غتلقايش مازال من هنا لقدام. يعني الصراحه انا تفاجات، وزتني واحد الفرحة وواحد القوة ما نقولش لك، يعني ما تصورش الداخل ديالي كيفاش تفاجأت بزاف صراحة. من بعد الفيديو انت كنتي كتهيئي واحد العمل اخر، انت دوزتي سنين طوال مراقبة ديال الطوبيس، الصعوبة ديالو اللي عنده التيكي اللي ما عندوش، الريسك كتخرجي في الربعة ديال الصباح، ما كتجي قلتي حتى لتسعود العشرة الليل، معاناة. الان دخلتي المجال اخر، وكنتي عطيتينا منه لمحه، قلتي كنخدم بالتليفون. الا كان ممكن تشرح لينا هذا العمل، وتشرح لينا الابعاد ديالو، وكيفاش توفقتي فيه دابا؟ الحمد لله. يعني طرحت عليا واحد الفكره ديال مشروع، يعني كيف كنقولوا خدمه من الدار ديالك بتليفونك، ما تخدمي عند حد. ما الحمد لله ارتحت نفسيا، ما بقيت كنخدم عند حد، بتليفوني. تسجلت في واحد الشركه اللي ما شاء الله غنيه على التعريف، شركه ديال فيرونا، اللي لقيت الناس اللي مسانديني ويعني مقدمين لي يد المساعده، اللي على راسهم القائده اللي كاينه في فيرونا، قائده فاطمه برهوم، اللي كان نوجه ليها واحد التحيه كبيره 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 بزاف، لان هذاك هو الكوتش، هذاك هو كيف كنقولوا اختي. عانت معايا، عانت معايا قصتي في دارنا، يعني عانت معايا الام والاخت وكل شيء، عانت معايا المشاكل اللي كانوا عندي، والحمد لله وقفت معايا وساندتني وعطاتني ما عندها ما شاء الله. كنبغي نوجه لها واحد التحيه كبيره كبيره كبيره، يعني ما نكونوش ولاد الحرام نساو الخير، يعني هذا الحمد لله بفضل ربي ورضات الوالدين، وفضل حتى هاد الناس، وحتى مدام ابتسام ما شاء الله اللي حتى هي مساندانا وواقفه معنا، وخليت بصمتي دايره واحد البصمه ديالي في هاد الشركه. الحمد لله بصمتي دايرها، ولكن ديك البصمه ماشي كندير غير بصمه، كيف كنقولوا حنا ندير بصمتي وكحز اللور، لا درت بصمتي وكنزيد لقدام، حيت باقي عندي الطموح وباقي باغا نزيد لقدام، باقي عندي حلم، بقيت باغي بزاف ديال الحوايج باقي ما المهم. الحمد لله انا غادا درجه بدرجه، والحمد لله كنشكر حتى الفريق ديالي اللي معايا مساندني، وحتى هما الناس اللي كثر مني، انا كثر مني عاونتهم حتى هما الحمد لله، اللي كيرحموا ليا والديا. عرفتي غير ديك رحمه الوالدين، راه هذاك فضل الله وفضل رضات الوالدين في نفس الوقت. هذاك المجال اللي كنتي فيه الطوبيس، شحال من عام وانتي فيه؟ تقريبا شي 14 عام هكاك وانا في الطوبيس. 14 عام. قلتي لي قبل من التصوير، قلتي لي انا ما عمرني شفت الملايين حتى شفتهم في هذه الخدمه اللي انا خدام فيها، وربحت فلوس الحمد لله، قلتي وباقي كنطور، شرحي لي. الحمد لله. يعني في الشركه ديال فيرونا المدخول ديالي تحسن لي على الضعف اللي كنت انا في ديك الخدمه ديال الطوبيس. كنت كنخدم قلت لك من 4 الصباح حتى 9 الليل باش نضاعف المصروف ديالي. دابا الحمد لله خدامه في الدار، ما كنطلبش شي مجهود، نوض في 4 الصباح وليت متعرضه. دابا الحمد لله عاديه في دارنا، نسافر، نتعرض، نمشي، نخرج، في اي بلاصه تليفوني انا خدامه به، والحمد لله خدامه على راسي، ما كنمد يدي حتى شي واحد. هاد النقطه خص كلشي يعرفها،
شي مدام انت قادره تخدمي وباقي، وبالخصوص حنا العيالات الداخل ديالك النساء بصفه عامه الداخل ديالك عندك ما يتقال، ولكن كلشي كيخبيه ما نخبيش. واخا كاينين الناس عندها مشاكل، ما كاينش واحد ما عندوش مشاكل، وداك المشاكل بنادم خصهم يخرجهم في الخدمه، لان عندك ما ديري وعندك ما تخرجي. علاش انا نبقى صامته وساكته وداكشي عندي الداخل وما كنعبرش عليه؟ نعبر عليه بالخدمه، يعني داك غتنساي المشاكل اللي عندك. يعني هنا الحمد لله ما كان مدي يدي لتا شي واحد، وخدامه على راسي وعلى ميمتي، واي حاجه بغيتها ما كنقول حتى شي واحد عطيني ولا نهبط بالكرامه ديالي. علاش؟ لان انا اصلا كيف كنقولوا دائما كنجبد الطاقه الايجابيه، ما عنديش الطاقه السلبيه. شي واحد كيعطيني الطاقه السلبيه كندير ليه كروه كنبعد منه، حيت انا طاقه ايجابيه وبغيت اللي يزيد يعطيني الطاقه ايجابيه اللي نعطي ما عندي. وفعلا باقي عندي ما نعطي، وباقي الحمد لله محتاجين ليا الناس اللي نعاونهم، وباقي كنعاون الناس الحمد لله. ديك الله يرحم بها الوالدين، هذا فضل الله، هذا الشيء اللي بغينا نسمعوا الله يرحم بها الوالدين. انت القاعده ديالك الحمد لله وربحتي الكنز ورضات الوالدين، غادي تعطيني من هذا المجال اللي توفقتي فيه النصيحه ديالك للنساء البنات وحتى الاولاد. الصبر، الصبر شيء جميل، يعني كيفاش يصبروا وكيفاش يبداوا المسار ديالهم. اكيد انا كنقول لا الرجال لا النساء، يعني الحاجه الا ما صبرتيش فيها ربي ما غاديش يعطيها لك. ربي كيعطينا واحد الامتحان كيشوفنا واش غنصبروا ولا ما نصبروش، وفعلا كنصبروا. غير هي لا طحتي ماشي طيح وتدمر نفسيتك، لا طيح ونوض، طيح ونوض باش ربي داك الخطا اللي انت كديرو باش نوبه اخرى ما كتعاودش ديرو، وانت حيت لما طحتيش ونطي ما غاديش توصل للهدف ديالك وداك الشيء اللي انت بغيتي. يعني دائما انا كنصح النساء ولا حتى الرجال، يعني راه بنادم ما يضعفش، ما يبقاش دائما يبقى يشكي على الانسان ما عنديش ولا هذا ولا. بين راسك شخصيتك قويه تكون، حيت ملي كتبين الشخصيه ديال قويه دائما الناس كيصوروك بواحد الطريقه اللي دائما كيعطوك واحد النظره زوينه، دائما كيشجعوك كيزيدوا بك القدام، يعني دائما هنا كتفتخر براسك كتلقى راسك. والحمد لله انا دابا حاليا حتى عائلتي دابا تقريبا كلشي كيقول يا ما شاء الله وصلتي شنو درتي، كيبقاو يسولوني وهذا كيزيدني واحد التحفيز، وتا هما كيزيدوا يقدروك، كتولي حتى قيمتك عندهم كبيره. ملي كتولي انت كتخدم وكتقاتل وكتكافح من ألف ألف ألف، ما غاديش نقول استسمح يعني ألف راجل، ولكن بالنسبه للمراه كتولي عندها واحد القوه اللي ما شاء الله اللي ما تلقاهاش عند حتى شي واحد. وكنتمنى راه الخدمه كاينه، كل شيء كاين، كنتمنى اللي بغى يخدم مرحبا والف مرحبا. عدنا لكم كاع اي حاجه اللي صعبت عليكم حنا نخفوها عليكم، عندنا اي حاجه اللي غادي نسهلوها عليكم واللي غادي نوصلوها لكم، انتم ما خاسرين والو. جيوا عندنا اتصلوا بينا دخلوا عندنا وحنا نوريكم طريقه الخدمه وفين غتمشيو وفين غتوصلوا. حنا الله يوفقك، هادشي اللي نقول لك، وعيد مبارك سعيد. كذلك مشاهدينا الكرام كما تبعتوا معنا لتنوي الراي العام اكثر في الموضوع فيما يخص القصه ديال حنان. حنان شابه طموحه، عشت في العائله ديالها البسيطه، ضحات من أجل الإخوة ديالها والأب والأم، وتبحثوا عن رضات الوالدين سنين طوال، وهي في مجال صعب خدامة كونترول في الطوبيس، يعني مسألة اللي كتجينا غريبة ملي كتكون في صفوف النساء نظرا لخطورة المهمة والصعوبة ديالها. عاملوا الليل المدة، يعني إشكالية كبرى كتطرح في هذا الموضوع. مشاهدينا الكرام سنين طوال وحنان في هذا المجال، ما تزوجاتش، ما عندهاش وليدات. من بعد التحقات في هذا المجال اللي قدرات توصل فيه الملايين، تنتمنوا لها التوفيق ولاي مغربي او مغربيه انه يكون كما قالت الطاقه ديال الايجابيه ماشي طاقه سلبيه. مشاهدينا الكرام ما يهمنا في نوعيه هذه المواضيع هو تحفيز الشباب ذكورا واناث من اجل ان الحياه تستمر. يجب علينا مقاومة الظروف والصعوبات حتى نصل إلى المبتغى، وهذا هو ما نطمح إليه. مشاهدينا الكرام غادي نوضع رقم الهاتف ديال حنان للتواصل معه في هذا الموضوع. مشاهدينا الكرام تعليق المواطن، شكرا لكم.